تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. اذا كان مرتضى منصور بيقدم لنا ضحك، فمن الجانب الاخر ميدو كمان بيقدم لنا ضحك، وزي ما اتعاهدوا هما الاتنين ايديهم في ايدين بعض، ميدو يقدم ضحك من ناحيه ومرتضى منصور يقدم ضحك من الناحيه التانيه. تعليق كوميدي من ميدو على هروب سيف جعفر او سيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز، وازاي غفل مرتضى منصور وضحك عليه وراح الناحية التانية. والغريب والعجيب ان ميدو بيقلد الكابتن الخطيب وبيقول انا مش زعلان من سيف، انا زعلان على سيف. يا اخي بطل تقليد بقى يا اخي. فاكرين ميدو لما كان بيقعد على الدكة لما كان بيدرب نادي الزمالك في الحقبة الزمنية اللي كان مرتضى منصور بيقعد معاهم في الاتوبيس الساحر، وايه كان بياخد 8000 جنيه على كل ماتش؟ كان ميدو بيقلد مورينيو ويطلع قبل الماتش ما ينتهي بثلاث دقايق ولا بخمس دقايق. طب يا عم ميدو اقعد لاخر الماتش، يمكن تحصل مصيبة ولا كارثة ولا فريقك يدخل فيه جون ولا لاعب من عندك يطرد، ويطلع بين الشوطين يقولوا لك الحق يا ميدو ده حصل وحصل وحصل وانت ما تبقاش شايف حاجة. ولكن هو تقليد اعمى بدون فهم بدون وعي، زي ما بيقلد مورينيو بيقلد الكابتن الخطيب. فانا مش زعلان منه، انا زعلان عليه. زعلان عليه ليه؟ ده الراجل في بيراميدز هياخد 12 ولا 15 مليون، في نادي الزمالك عايزين تدوا له مليون في السنه. الراجل هياخد 15 مليون في السنه وانتوا عايزين تدوا له مليون في السنه، يعني اضعاف ما هياخد في نادي الزمالك 15 مره او 14 مره يقعد يهبب في نادي الزمالك. هو ده كان كلامك لما بيراميدز اتعاقد مع رمضان صبحي وقلت سيبوا رمضان صبحي في حاله؟ يا جماعه خلوا رمضان صبحي يشوف حاله. هو ليه اللجان الالكترونيه بتاعت الخطيب بتهاجم رمضان صبحي؟ وطبعا معروف مين اللي عنده لجان الكترونيه، ومعروف مين اللي بيقبضهم، ومعروف مين اللي عنده لجان ومديهم عضويات مستثناه في نادي الزمالك. ولكن ميدو حكى القصه بشكل كوميدي، ولكن وهو بيحكي كذب مرتضى منصور. مرتضى منصور طلع وقال انا خلق اللاعب وقع على العقود وبعد كده راح سرقها ومشي، خد العقود ومشي راح يديها لامه. وطبعا هو ما وقعش، ولكن هو خد العقود وراح يوديها للست والدته. وطبعا يعني الطمه الكبرى او المصادفه ان سيف فاروق جعفر رد او اتصل بمين؟ اتصل بميدو على الهواء. ميدو ما رضيش يرد عليه، قال له حاضر هرد عليك في البريك في الفاصل. ايه ده؟ ما ترد على الراجل، هو الراجل عنده كلام عايز يقوله، انت ليه مش عايز تخلي اللاعب يطلع ويفضحكم؟ ولا انت عارف ان هو هيقول كلام بعكس الحقيقه اللي انت بتقولها؟ واتكلم على فاروق جعفر وبعض الزملكاويه اللي بيهاجموا، طبعا هو ما قالش زملكاويه، قال في ناس بتهاجم وما ينفعش وما يصحش الى اخره. لكن الغريب والعجيب انه اتكلم على مباراه الامس ما بين النادي الاهلي وما بين اللي تعادلنا فيها، عفوا اللي فزنا فيها 1-0 في كأس مصر النادي الاهلي، ما فازش بمساعدة الحكام زي ما هو قارن ببروكسي. يعني بروكسي بيقول لك ده النادي الاهلي فاز امبارح على منتخب السويس بشق الانفس وبالعافية، زي ما نادي الزمالك فاز على بروكسي بالعافية. لا، النادي الاهلي فاز بمجهوده على بروكسي على منتخب السويس، لكن الزمالك فاز على بروكسي بالاحتواء وبالبروتوكول زي ما حضرتك عارف، وضربات الجزاء اللي ما اتحسبتش لنادي بروكسي، يعني ما فازش بشق الانفس، ده فاز بمساعده الحكام. ولكن هذا مش بيته القصيد. هو اتكلم على التوقيع بتاع حسين الشحات والناس اللي بتتريق على حسين الشحات انه واخد الست والدته معاه. مين اللي اتريق؟ لو في تريقه عمر ما هتبقى من واحد اهلاوي، هتبقى من واحد زملكاوي. قول اللوم على الجماهير، قول جماهير الزمالك عملت كذا وكذا وكذا، ما تقولش في اشخاص بتقول على حسين الشحات كذا او بتقول على فاروق جعفر كذا او بتتريق عليه او بتشتمه. قول جماهير من نادي الزمالك شتمت فاروق جعفر، قول جماهير من نادي الزمالك اتريقت وقلت ادبها على حسين الشحات، لكن ما تسيبش الامر كده وتقول بلاش موضوع الاهلي والزمالك وندخل في نقاشات. لا يا حبيبي، وضح الشيء في سياقه والشيء في معناه. ولكن ميدو زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو او في بدايه المقدمه بتاعتي اللي طالت للاسف، انه بيقدم ضحك اكتر من الضحك اللي بيقدمه مرتضى منصور. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ميدو وهو بيقدم لنا فاصل كوميدي وفاصل من التقليد الاعمى على الهوا، وهو بيقلد الكابتن الخطيب في زعلان مش عليه
انا مش زعلان منه، انا زعلان عليه. تعالوا نطلع نسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع نسمع ونشوف ميدو ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. وجعفر يعني اتفق مع مسؤولين الزمالك على كل شيء فيما يخص التجديد، وبقول لكم ان مسؤولين الزمالك قدموا لسيف عقد يليق بيه وفي مستواه اللي هو موجود دلوقتي، مستواه وفي الوقت بتاعه بتاع الكارير بتاعه، ما تقدرش ان انت تديله اكتر من كده. لكن سيف يعني المعلومات اللي عندي لغايه دلوقتي هو الموضوع طبعا اتسلم، اتاخد وتسلم للمستشار مرتضى منصور. وطبعا انا هحكي لكم الحقيقه يعني ايه اللي حصل بالظبط. سيف بعد ما كان خلاص هيوقع، خلاص يعني بيوقع والارقام كلها خلاص قدامه والحاجات كلها الدنيا تمام، مره واحده راح قال للمستشار مرتضى منصور معلش انا مش هقدر امضي لان والدتي محلفاني ان انا ايه لازم امضي قدامها، زي الفكره يعني مثلا بتاعت حسين الشحات ان والدته موجوده وهو بيوقع. تمام، بس حسين الشحات وهو رايح يوقع عمل ايه؟ قولوا لي عمل ايه؟ عمل ايه يا شباب؟ خد امه معاه. سيف راح وما خدش والدته معاه. اول لما الكلام ده اتقال لي قلت له لا في حاجه مش مظبوط، الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده ما يخشش عقلي. طيب جات الكلام اقول لكم كل اللي حصل بصراحه يعني الكلام. طب ايه الحق وبتاع، انا اتسالت قلت لهم لا ما تلحقش خلاص، يعني ما تلحقش خلاص، يعني لو هو واخد قرار ان هو يمشي احنا والله وانا بكلمكم اهو سيف جعفر بيكلمني على الهواء اهو. سبحان الله حس بيا، او التليفون ايه التليفون حس بيا، اكلمك يا سيف في الفاصل. قلت لهم لا ما اعرفش القصه قصه ايه يعني، لكن عايز اقول لكم ان حتى لو سيف جعفر رحل ووقع على بيراميدز كما يعني او زي ما بيتردد، نادي الزمالك واحنا في نادي الزمالك مش اسلوبنا ان احنا بنمنح ولادنا، حتى لو سابونا وسابك وراح حته ثانيه جود لك، بنتمنى لك التوفيق، انت اللي خسران، اللي بيسيب الزمالك هو اللي خسران. قرار انت بتتحمل تبعياته تتحمل الـ يعني اللي هيحصل ككوره. نادي بيراميدز نادي كويس ونادي شغالين بشكل كويس وبينافسوا على كل البطولات اللي داخلين فيها، قدموا لك عرض احسن 2 3 مليون وهيقدموا لك 50% من السنه الاولانيه وانت عايز تروح، فير انف، جود لك جود لك، مش هنذبحه، مش هنعمل عليه حملات، مش هنشغل عليه لجان، مش هندور عليه مكان، مفيش الكلام ده، انت اللي خسران بكل بساطه، والزمن هيوريك. بنتمنى التوفيق لسيف واحد من ولاد الزمالك، لو فعلا خد قرار ان هو يروح بيراميدز احنا بكل احترام بنقول له جود لك جود لك. الحاجه الوحيده اللي هنعتب عليه فيها ان احنا كنا نتمنى ان هو يكون صريح مع مسؤولي الزمالك وقال لا يتلاعب بمسؤولي الزمالك، لان الزمالك كبير محدش يعرف يتلاعب بيه. وتاني اللعيب مهما كان هو مين، الزمالك عمره ما واقف على حد، شوف كل الناس اللي مشيت كلها والزمالك واقف على رجله وصامت. ف يعني مش انا كنفسي مش زعلان من سيف، ولكن زعلان عليه، زعلان عليه. ايه هي ظروفه الماديه، ايه القصه، انا ما اعرفش، لكن يعني بكل يعني ادب اقل حاجه ممكن اقولها ان هو ما بصش لقدام، بص تحت رجليه. لكن احنا عندنا احترام كبير جدا لاداره بيراميدز، وعندنا احترام كبير جدا للناس اللي شغاله اللي موجودين في بيراميدز، اللي تاني بقول ان ده مش ذنبهم، هو راجل ده سوق عرض وطلب. الرقم بقى اللي انت بتديه للعيبه دي رقم يستحقوه ما يستحقوهوش، دي حاجه عندك انت في ادارتك مش دي مش بتاعتنا. لكن نادي الزمالك عنده ارقام معينه بيتحرك فيها فيما يخص العقود، اي حد عايز يخرج بره الارقام دي وعنده عرض بره وعقده بيخلص، السلام عليكم، توفيق، مفيش اكتر من كده. طيب ده فيما يخص سيف. النهارده الاهلي بيبدا مشوار الكاس بفوز على منتخب السويس في الصعب 1-0 في الدقيقه 87 بهدف حسين الشحات المنتعش بتوقيعه لعقده الجديد مع النادي الاهلي. وماتش صعب، ماتش يعني ماتشات الكاس ما بتبقاش سهله ابدا ابدا، دايما ماتشات الكاس يعني بتبقى ماتشات صعبه، وانتم شفتوا الزمالك وبروكسي والماتش كان صعب ازاي على الزمالك، والزمالك كسب بالعافيه، نفس الكلام ماتشات مش سهله ابدا يعني، لان دايما الفرق
بتاعت الممتاز به وكده، الفرق المكافحه دي بيبقى بيلعب من غير ضغوط وبيلعب ايه اول اور ناثينج يعني، فكل حاجه عادي مش مشكله بيلعب انما الضغوط دايما بتبقى على الفريق كبير. والنهارده ده اللي حصل في المباراه. الماتشات دي دايما انا بقول ان هي بتخلص بجول بدري، جول بدري يخلي لك الجيم مختلف تماما. كل ما الجول بيتاخر كل ما الضغوط بتبقى عليك اكتر، اللعيبه الفرقه اللي قدامك بتلعب بارتياحيه اكبر، ورغم التشكيل القوي اللي يعتبر يعني اولموست اساسي شبه اساسي بالنسبه للاهلي، التغييرات يعني بسيطه بسيطه جدا الا ان منتخب السويس برافو عليهم برافو عليهم وبحييهم، لعبوا ماتش بشجاعه كبيره ولازم نديهم حقهم. لكن الاهلي عدى من اختبار صعب، اختبارات الكاس دايما صعبه، الهدف اللي امام حضراتكم حسين الشحات اللي وقع امبارح عقد جديد زي ما كنا يعني قلنا لحضراتكم الاسبوع الماضي ان حسين الشحات، سيبكم من الكلام اللي هو الحاجات يعني العروض وبتاع كل ده موجود، لكن كانت دايما الاولويه الاولى لحسين الشحات والبقاء في النادي الاهلي. وقفلي بقى عنده صور والده حسين الشحات. انا شايف ان حسين الشحات بيعمله ده حاجه عظيمه جدا. فضل الام، والام لازم تبقى في الصوره، والام لازم طول ما هي عايشه جنبك ما تكسبش ابدا، تكسبش ابدا ان انت تبوس ايديها كده قدام 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 كل الناس وقدام الكاميرات. في شباب بيتكسفوا، شباب صغار بالذات يتكسف، انا لا ابعدي يا ماما عني انا زي اصحابي، مفيش حاجه اسمها اصحابي، امك هي امك لا تعوض، وفضل امك ما يتدراش. بحيي حسين الشحات ان هو اصر ان والدته تبقى موجوده معاه في لحظه تاريخيه ليه، ولحظه عمره ما هينساها. كلنا بدون اهلنا ما نسواش حاجه، الحمد لله فضل اهلنا يعني دايما لازم نتفاخر بيه، نتفاخر بيه قدام الناس. انا بحيي حسين الشحات لان انا بقول لكم ان في لعيبه ثانيه لا النهارده كلنا شفت كل اللعيبه المغاربه في كاس العالم، الام موجوده جنبه في الاحتفالات في كل لحظه فرح، تستحق ان هي تفرح معاك، لان مفيش ام ما تعبتش ومفيش اب ما تعبش. لحظات جميله للاسف شفت بعض من السخريه على السوشيال ميديا كالعاده، تسخروا من ايه؟ بعض الناس كاتبه انت هو انت، شفت حاجات بذيئه، تعليقات وكومنتس وبوست على الفيسبوك ملهاش اي علاقه بالاخلاق ولا ليها علاقه بالكوره ولا بالاهلي والزمالك. الراجل واخد والدته بيفرح معاها في لحظه تاريخيه، واخوه في لحظه تاريخيه لحظه مهمه جدا في حياته، تتريقوا عليه عشان خاطر الاهلي والزمالك؟ مش عايز يعني اقول كلام ما ينفعش يتقال في التلفزيون، لكن الاهلي والزمالك ما لهمش، هما الاثنين يعني ينفع تقول برأة منه؟ ينفع تقول برأة ولا يعني بيتبرأوا منه؟ من الناس اللي بتتحكم على رجل اختار ان هو امه اللي ليها فضل كبير جدا عليه ان هي تبقى معاه في اللحظه دي، تقوم انتوا تقوم الناس تطلع تتريق عليه؟ انا بحيي حسين الشحات. فيما يخص بقى تصريحات كابتن فاروق جعفر طبعا واحد من نجوم الزمالك ومن اساطير الزمالك، وايه تصريحاته امبارح كابتن فاروق طلع كان مع مين يا شباب؟ كان مع صديقي سيف زاهر في اون تايم سبورتس، وطلع واتكلم يعني كلام يعني اللي ما اتفرجش على الحلقه وده صعب لان سيف كل مصر بتتفرج عليه. يعني كابتن فاروق طلع قال انا ما تواصلتش مع سيف ولكن تواصلت مع وكيله، وان انا غضبان جدا وزعلان جدا ان هو ما كملش في الزمالك، ويعني انا ما اتكلمتش معاه لان علاقتي بسيف مش على ما يرام في الفتره الاخيره. طيب التصريحات دي اتقالت وكل الناس عارفه ان كابتن فاروق جعفر علاقته مش احسن حاجه مع سيف. الناس كلها كل الناس في كره القدم وفي مجال كره القدم عارفين ان في مشاكل. لما الراجل يطلع يقول الكلام ده خلي بالكم صعب على الاب انه يكون ما بيتكلمش مع ابنه لاي ايا كانت ايه الاسباب، يعني مش سهله، موقف صعب. المفروض برضو لو تشوفوا كم التعليقات البذيئه على كلام الكابتن فاروق جعفر والتعليقات المهينه والكلام اللي مكتوب للراجل بيوريك ان احنا للاسف في ناس وصلت للحضيض، حضيض الحضيض، تريقه على الراجل وبتاع. خلي عندكم رحمه، خلي عندكم رحمه، الراجل يعني بقول للشباب دول الراجل يعني في موقف صعب، ابنه بيكبر وهو مش حواليه والناس بتدوس على كابتن فاروق. يا ربنا بيرحم، انتوا الناس اللي البشر اللي عايشين على الارض مش عايزين يرحموا حد. انا بحيي كابتن فاروق جعفر على
قوته وتماسكه وتصريحاته الايجابيه جدا تجاه نادي الزمالك وموقفه الايجابي رغم صعوبه موقفه. بحيي كابتن فاروق جعفر، ده ناحيه. الناحيه الثانيه ان انا يعني بوجه رساله للشباب اللي بيتريقوا على الراجل وبيهاجموه وبينتقدوه، وانت واصل انت وانت مش عارف ده الراجل عنده طالع بيعترف بيقول. انا ما قلتش الكلام ده قبل ما كابتن فاروق يقوله، على فكره ما اقدرش اقوله قبل ما كابتن فاروق يقوله لان دي حياته الشخصيه ما اقدرش اتدخل فيها. فالنهارده كابتن فاروق قال الكلام ده، فتيجي انت النهارده كابتن فاروق ده نجم كبير جدا، يعني سيبك بقى نجم كبير نجم صغير، انسان اب في موقف صعب هو وابنه ما بيتكلموش، ليه؟ مش بتاعتنا ولا عايزين نعرف. يقوم الراجل لما يطلع يتكلم في لحظه صعبه، بدل ما الناس يعني يبقى عندها رحمه وتقول يعني 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 ربنا يكون في عونه وان شاء الله باذن الله يتصالحوا وكذا، لا تلاقي الناس داخله والله لو شفت الكومنتس بتاعت التصريحات بتاعت اللي على كابتن فاروق تزعلوا على اللي حصل، لا على الحال اللي احنا وصلنا ليه. لازم تتعمل دراسه كده، في شباب صغير على السوشيال ميديا عندهم كم من البذاءه وكم من القسوه والحقد على بعض في بعض الامور بتبان حاجه يعني 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 حاجه صعبه جدا. تلاقي يعني عشان واحد مثلا واحد تلاقيه مثلا بيسب واحد عشان هو مثلا مشهور او عشان هو في مخيله الراجل اللي بيتكلم ده انا ده اشمعنى ده كذا معاه فلوس كذا، كل واحد بياخد رزقه. وانت رزقك ممكن يكون النهارده مش موجود في اللي داخل لك، ممكن يكون رزقك في صحتك، رزقك في مراتك، رزق في اولادك، رزق عمره ما كان فلوس بس. واحد بال صحه، في ناس معاها مليارات ومش عارف يقوم من السرير. فانت النهارده الشباب يعني اللي والله لو دخلت شفت الكومنتس خلوا عندكم رحمه. خلوا عندكم رحمه. وتاني انا بحيي كابتن فاروق وبدعم كابتن فاروق رغم خلافي الشخصي معاه وفي افكاره وكل حاجه، عندي خلاف يعني مش خلاف شخصي، خلاف في افكاره تجاه نادي الزمالك، عندي خلاف معاه، لكن انا في هذا الموقف بدعمه. وكأب عارف كويس قوي احساسه بدعمه. وكانسان بدعمه. ده فيما يخص الكابتن فاروق. فيما طبعا مين بيقدم ضحك؟ الراجل اتصل بيه على الهواء، طب ما ترد عليه تشوفه عايز ايه؟ رد شوف هو هيقول ايه؟ لو هو ما كانش عايزك على الهواء وشايفك على الهواء وانت بتهاجمه وبتقول كلام غير حقيقي ما كانش اتصل بيك على الهواء، لكن هو معاه رقمك ما اتصلش بالاعداد، لا ده اتصل بيك على الهواء عشان يحرجك، وانت قلت بصوا يا جماعه هو بيتصل بيا على الهواء بس انا هتصل فيه بيه في البريك، بريك طب ما ترد عليه دلوقتي وتكلمه دلوقتي، ولكن هو عارف ان هو هيفضح امور ما ينفعش انها تتعب. حتى وكيل اللاعب فيه بعد ما مرتضى منصور اجتمع بيه قال اصلا الراجل اجتمع بينا وقال الكلمتين دول وقال لجماهير نادي الزمالك عايز العقد حاضر هبقى اوريهولك فهو في اسقاط يعني كده مش محترم باسلوب رخيص يزعلوا من حطه صح وما يزعلوش لما اقول له حاضر هوريهولك. طب اديك ما وردش جماهير نادي الزمالك عقد اللاعب ايه؟ فين جمهور الزمالك اللي بيضحك عليه؟ ها؟ جماهير الزمالك العموره الجميله اللي كانت فرحانه وبتسقف لمرتضى منصور انه انسحب من السوبر وخاف من النادي الاهلي ويعني واتحجج بكهرباء. اتحجج قال لك مش هندخل في المسرحيه الهزليه، مسرحيه ايه؟ انت خفت تقابل النادي الاهلي. خفت، مسرحيه ايه؟ العب وتفوز تتغلب وشكوتك خليها للفيفا للاتحاد الدولي للاتحاد المصري اشكي اللي انت عايزه بس العب. مال كهربا؟ طب كهربا يلعب في الدوري وهيلعب في الكاس وهيلعب في اي بطوله، هتتسحب من كل البطولات اللي هتقابل فيها النادي الاهلي في مختلف اللعبات وتدعي عشان كاس الكرامه. ولكن زي ما قلت لكم ميدو بيقدم ضحك اكتر من اللي بيقدمه مرتضى منصور. اشرب يا زمالك واشرب يا ميدو وخليك كده ايه ماشي كده ورا مرتضى وانت مغمض، وانت هتغرق مرتضى ومرتضى هيغرق الزمالك. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشراوي والسلام عليكم.